البلاء، اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ذكر أن تتروا إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك في كتابه الموطأ، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، باب ذكر الاعتكاف. وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان حق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره ما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة آله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى
عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بأنوار شريعته وأحكامه وبيانها على لسان عبده محمد بن عبد الله، رحمته المسداه ونعمته المهداه إلى جميع أنامه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أزكى صلاته وسلامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مجلى جود الله في البرية وإنعامه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ كتاب الاعتكاف، يذكره في أبواب الصوم، لأن الاعتكاف له إنادة بالصوم من حيث المعنى ومن حيث اشتراط بعض أهل العلم الصوم فيه. فأما الاشتراك فالمعنى، فإن المقصود من الصوم ومن الاعتكاف كف النفس عن شهواتها وتزكية النفس وتطهيرها بطلب زيادة الإيمان واليقين والتحقق بالتقوى. والذي يبطل الصوم ويبطل الاعتكاف من مثل الجماع ونحوه، ويسن للمعتكف الصيام وأوجبه بعض أهل العلم. والاعتكاف الملازمة للشيء والإقبال عليه للتعظيم، مع التعظيم والجلال. وملازمة المسجد تقربا إلى الله تبارك وتعالى وكفا للنفس عن شهواتها هو الاعتكاف المراد الذي ذكره في هذا الباب. وهو بذلك سنة من السنن، يقول الحنفية إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ومستحب فيما عدا ذلك. وهكذا يقول المالكي عن الاعتكاف إنه مندوب مؤكد. ويقول منهم ابن عبد البر إنه في رمضان سنة وفي غيره مندوب. ويقول الشافعية وكذلك الحنابلة إنه سنة مؤكدة في كل وقت، ولكن في العشر الأواخر من رمضان آكد. ويقول الحنابلة إنه في رمضان آكد وآكده في العشر الأواخر من رمضان. إذن فالإجماع قائم على مشروعيته وعلى أنه لا يلزم إلا لمن نذر ذلك، كبقية القربات والطاعات الغير المفروضة تلزم بالنذر لمن على من نذرها.
وقد نقل إلينا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، ولم يلزم الصحابة بذلك وخيرهم وتبعه الكثيرون ولم يعتكف منهم آخرون، فإذا ليس بفرض ولكنه سنة. وقد صح عن سيدنا عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ففيه صحة نذر الاعتكاف وأنه من القرب التي يجب الوفاء بنذرها إذا نذرها، وأنه يصح أيضا في خلال ليلة. وكذلك من قال من كثير من أهل العلم أنه ليس من شرطه الصوم، قالوا إن الليلة لا يكون فيها صوم، إنما يكون صوم في اليوم، ونذر أن يعتكف ليلة، وبذلك قال الشافعية إنه أقله فوق طمأنينة الصلاة، أن يمكث في المسجد فوق طمأنينة الصلاة. ولكن من نذر اعتكافا مطلقا وإن كان يفي بنذره أن يعتكف لحظات فوق طمأنينة الصلاة، إلا أن الأفضل أن يعتكف يوما إذا نذر اعتكافا مطلقا، فالأفضل أن يعتكف يوما للخروج من خلاف من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا يوما كاملا. أورد لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف يدني يقرب إلي، أي إلى جانب حجرتي أو الممر الذي بين حجرته صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، يدني يقرب رأسه. ففيه تصريح بتسريح شعر الرأس، وبذلك يعلم أنه للصائم أن يرجل رأسه، بل أن يتناول أو يستعمل الطيب بأنواعه، فذلك مما لا يلزمه تركه، بل هو بالنسبة للصلاة ونحوها مستحب التطيب، بخلاف حال المحرم بالإحرام يحرم عليه الطيب، أما المعتكف فله أن يتطيب، كما أنه أيضا يرجل يسرح شعره. وكذلك في الحديث ترجيل الشعر وتنظيف البدن. وكان لا يدخل البيت، أي بيته لا يخرج من المسجد. وفيه أن خروج جزء من بدن المعتكف لا يخرجه عن الاعتكاف، كخراج يد أو رأس ونحوه، فإنه يخرج من جدار المسجد رأسه الشريف. وعائشته في أيام حيضها ترجله، يعني يحرم عليه دخول المسجد، أما بيته فكان ما يخرج من المسجد البيت إلا لحاجة الإنسان. هكذا. ويقول المالكية عن المعتكف الذي يعتكف الأيام المتتابعة أنه يجب خروجه للجمعة إذا لم يكن في مسجد معتكف في مسجد فيه جمعة، ف
فإذا لم يخرج للجمعة أثم، وإذا خرج إلى الجمعة أنه انقطع اعتكافه عندهم وبطل عليه اعتكافه. وكذلك إذا مرض أحد الأبوين قال المالكية يخرج وجوبا ويبطل به. وفرقوا بين مرض أحد الأبوين وبين جنازتهما فلم يجبوا عليه الخروج للجنازة، ويجبوا عليه الخروج لأجل عيادتهما وتفقدهما في المرض، ولا يجوز عندهم الخروج من أجل الشهادة. وكذلك يتعرض للبطلان إذا أبطل الصوم، هكذا يقول المالكية. وفي المدونة عن الإمام مالك الأكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته، لكن يتخذ مخرجا في غير بيته قريبا من المسجد، لأن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى أهله وضيعته يشتغل بهم. و أورد لنا أيضا حديث عائشة أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف. وفي شغل المعتكف بالمكث في المسجد وإقباله على الطاعة والعبادة فإنه المقصود من الاعتكاف، انتظار الصلاة بعد الصلاة والاشتغال بالقراءة والذكر والدعاء والتضرع، فهذا الشغل المنوط بالمعتكف، ويخرج لأجل قضاء الحاجة للضرورة. فإذا كان المريض على طريقه فسأل عنه من غير وقوف جاز ذلك، ولا يجوز أن يقف في مشيه ولا أن يدخل إلى مكان المريض لعيادته لمن اعتكف أو نذر التتابع في الاعتكاف، فيكون ملازما للمسجد في تلك الفترة. وفيه قول مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان. نعم. ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان حكما يخرج لعيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، وذلك ممنوع. وهكذا وقد كره الإمام مالك أن يقص المعتكف أظفاره في المسجد أو يأخذ من شعره، فقال له إنه يجمع ذلك حتى يلقيه، قال لا يعجبني وإن جمعه. فإذا عنده إنما يكون ذلك في خارج المسجد. قال ولو كان خارجا لحاجة لكان أحق ما يخرج لعيادة المريض، لأنها من جملة حقوق المسلم والصلاة على الجنائز
واتباعها لما ورد من الفضل فيها، ولكن ذلك ممنوع على المعتكف من باب أولى بقية الحاجات. قال: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت لحاجة الإنسان ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان فقط. وذكر أيضا مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف يريد قضاء حيث إنسان، فقال: نعم لا بأس بذلك. وهكذا ونص على الدخول تحت سقف للرد على من يقول أنه إذا دخل تحت سقف غير المسجد بطل اعتكافه. وهكذا يروى عن عكرمة: المعتكف لا يدخل بيتا مسقفا، ويقول الشعبي: لا يدخل بيتا. إذن فالذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين المسقوف وغيره، إنما يخرج لقضاء حاجة الإنسان. الأمر عندنا يقول مالك الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه أي يصلى فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المسجد لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد اعتكف فيه إلى الجمعة. لأجل أداء فريضة الجمعة، وهو عندهم أيضا يجب عليه الخروج ويبطل اعتكافه، لأنه الخروج إلى الجمعة واجب إجماعا. وبنظر إلى الوجوب قال الإمام أبو حنيفة أنه لا يبطل بذلك اعتكافه ولا ينقطع، لأنه مأمور بذلك أو يدعها، ولكن يأثم يقع في الحرام. والمعتمد عند ذلك بعد ذلك عند المالكية أنه وإن أثم بترك الجمعة لا يبطل اعتكافه ما دام لم يخرج. وهكذا أشرنا إلى قول الحنفية أنه ما دام يخرج لواجب كالجمعة كذلك يقول الحنابلة فلا يضره ذلك ولا يبطل اعتكافه. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحب إتيان الجمعة في مسجد آخر لإيش؟ لأنه ينتهي وقت اعتكافه قبل مجيء الجمعة، أو كون المعتكف هو ممن لا تجب عليه الجمعة بأن كان الاعتكاف في قرية لا ليس فيها عدد تقام به الجمعة، أو كان مريضا لا يلزمه السعي إلى الجمعة لشدة مرضه أو ما يعانيه من الشدة عند الخروج إلى الجمعة. ولا يجب على ثبت الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. إن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، عمم المساجد كلها، فلا يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة ولا بمسجد فيه اقتقام الجمعة. قال مالك: فمن هنالك جاز لو أن اعتكف في المساجد
التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي يجمع فيه الجمعة. وهكذا وقال الحنفية يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان الذي أعد للصلاة في البيت كما يعتكف الرجل في المسجد. وقال محمد بن لبابة من المالكية يجوز الاعتكاف في كل مكان، المهم يحبس نفسه على الطاعة في أي مكان كان. وقال جماهير العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. ويروى عن حذيفة أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة بخصوصها، ومنهم من اشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، وهذا يروى عن بعض الصحابة والتابعين. قال ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة أو رحبة من المسجد السعة. يعني ساحة المسجد، والمراد صحن المسجد الملتصق به سواء. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد لما أسمع يعني من أحد من العلم أن المعتكف يضرب عندكم يضرب بناء في المسجد يعني ينصبه ويقيمه على أوتاد مضروبة، يضرب بناء في المسجد يصلح له وسط المسجد أوتاد ويقيم مثل خيمة ونحوها على أعمدة. أيوة. إلا بناء يبيت فيه في قال يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبتين من رحاب المسجد أي صحن المسجد وساحته، وما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد. قبل عائشة كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ثم ذكر كلاما يتعلق ببعض مسائل الاعتكاف، يأتي معنا إن شاء الله ما رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والإقبال الكلي والقبول لديه والتوفيق لمرضاته، وبلغنا رمضان واجعلنا عنده من خواص أهله في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
قناة الإرث النبوي ويزكيهم ويعلمهم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا وتقضي ديوننا. اللهم أوردنا حوض نبي